لا عزيزي، إذا كنت تقلد مرجعا فعليك أن ترى إن كان رأيه يصح فيه ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة أو لا. إن شاء الله إذا حلمت بأنك تقرأ آية الكرسي من أعظم الآيات القرآنية في القرآن، بل ربما هي أعظم آية في القرآن الكريم. في زمن السيد الشهيد عندما قال أنا أعلم مرجع، لماذا المراجع لم يحاججوه؟ ما يحتاج عزيزي، احنا ما عندنا مرجع يثبت عن طريق المحاججة، المرجع يثبت عن طريق أهل الخبرة. وكلام السيد الصدر بأنه أعلم هذا حجة عليه، مو حجة على العلماء ولا حجة حتى على المقلدين، لأن التجربة لا تثبت نفسها كما يقول السيد محمد باقر الصدر. عزيزي أنا من؟ أنا لست فقيها. الذي يقول هي واجبة أو ليست واجبة أو مفطلة هو الفقيه، ولست أنا فقيها. لا عزيزي، تفسير الأحلام أمر حقيقي، ماكو مشكلة فيه. يقول أنا بعد السيد الشهيد ما قلدت مرجع، وبالنتيجة شو تريد؟ راح تروح للنار. ما تقلد شلون؟ ما يصير يا عزيز، ما يصير. لابد من التقليد عزيز، لابد. كنت تعرف أحكامك، وحتى لو تبقى على السيد الصدر لابد أن ترجع إلى أحد المراجع للبقاء، بدون يعني من يبقى على تقليد الميت بدون الرجوع إلى الحي كمن يعمل بدون تقليد. شيخ كم كتاب انتقالي؟ حقيقة ما أعرف، ولكن قطعا بالآلاف، قطعا بالآلاف أحكي لك إياها. يعني أنا عندي جرد لأسماء الكتب، جرد طويل جدا، ولا زلت جاي أضيفا عليه كتب، جرد طويل جدا يعني قطعا بالآلاف، قطعا.